هنتكلم النهاردة عن طريقة البنات في الأكل برا البيت وجوه البيت. برا البيت بتاكل كده، طريقة أكل البنات جوه البيت. جوه البيت بتاكل بالطريقة دي. صراحة دي طريقة أكل البلد جوه البيت. بياكلوا بطريقة متزمزة. ده البيت بره قاعد هناك ازاي؟ ده عندي كده أصلا، ما فيهاش حاجة، أنت ممكن تعملها كده. أنا مش حوار. سيادة ماسكالة. قال إيه كل حتة؟ يعني كل قطمة بطعم مختلف مثلا. لا وتبقى قاعده بقى لو منسجمه معاك في موضوع ولا حاجه. كمل. ايوه وانت تبقى قاعد هتطق من جنابك. علم يعني. علم مستفز. بقى